دائما في شان التكنولوجي، وبعد حصوله على الرخصة النهائية لتشغيل واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات النقالة للجيل الرابع واستلامه للإشعار الرسمي من قبل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يعلن أريد عن الإطلاق التجاري لخدماته للجيل الرابع بالولايات الثلاث، وهي تلمسان، تيزي وزو وبشار. من الآن بإمكان مشتركي أريد إذن في الولايات الثلاث الولوج لخدمة الجيل الرابع بطريقة بسيطة، وذلك بتفعيلها في فضاء أريد أو لدى نقاط البيع المعتمدة دون تكاليف إضافية وبنفس تسعيرة الجيل الثالث، مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف.